سنيني يا وادي علش زماني بلاني في بادي خلاني هايم لين داين في حزن عمري خلاني نهار نهار مهموم محتار في امري كتبت جوابي بكلامي دموعي مخبي عذابي اليوم رجوعي الغلطة لحظة واني دم باقي سنين سامحني ياما بعد سيلت دموع العين ارموش الماضي لا ما تتنساش كي كنت بقربك احنانك ما يوفى هذي قسيمو بالليها هذي كي قديش نطلع بيها ساعة بمريق الجو كبير بيا ليش تحكي شباب الحركة ساعة احكي لي الغنية علاش تحكي الغنية تحكي على ذي غنية ولد عمي على اخوك ايش روحوا بيها من المانيا و... شو هو حرق حرق هاي عدى 7 سنين غادي وما ورقش وما عملهمش وقت اللي يروح صار وقت يروح صارت الغنية ذي اللي هي ذي تدلله على برشا هو اش صار اللي يروح يروح شنو ما عمل مشكلة فهمت كاو روحوا بيه منعوا ليه الورب 5 سنين كاو معناها هو وحب يعاود يرجع هو اكيد يحب يعاود يرجع وديجا عرفتي عنده مرتبط غادي بشكون جابت له عملت له لهنا مشروع والمشروع نتاعو زاد ما نجحش في تونس صرف عليه برشا وما نجحش في تونس بالك هو ما يعرفش يتصرف مش هو ما يعرفش حاجه معناها دبلوم هذي معناها هو كيفاش واحد يعمل مشروع وما ينجحش اكيد فما خلل لا فماش حتى خلل كيف انت تعمل مشروع ما ينجح لكش ما تجيش مش كل مشروع ناجح تنجم تقول هكيك هذيك مش على من احسن الى احسن بالنسبه لي انا في تونس ما بيها احنا تو فيها ما تدريش الليله غدوه ما تدريش لو نسالك تونس في كلمه شنو تعني لك تونس نعرف قيمتها وقدرها كان بعد ما نخرج علاش مش قبل مش قبل على خاطر ما عندناش الحاجات المتوفرة لنا كيف المتوفرة غادي انت توفرهم في برشا حاجات انت توفرهم بالخدمة بالخدمة الخدمة دخلوا علينا الوصفين ما خلوا لنا لا خدمة لا خلوا لنا لا احتلوا شيكاغو زاد احتلوا امريكا عامة من دري قدية زاد باش جايين عرفتي الواحد يسكن واحد في دار عادي غدوة ترجع تلقاها 1000 في دار عادي يخدم لك ب5000 ولا يخدم لك وما يخدمش ود بليد ب15 وب20 ايوه ما تحسش روحك عنصري انت طبعا كيف تحسش روحك عنصري لا مانيش عنصري صلى على محمد اول كلمه شنو هي إيه مش بيعت عنص اول الكلام لوجيك سامعني بالله شنو دوري شوي ماشي في بالي باش تضربني والله انا ضرب شيء ياك يا ذاك الموضوع انا ديجا جيت باش نغني غنيه غنيتها الشباب فرحان انت فرحانه خدمتي على روح جو كبير انت ديجا تو جو كبير ما عندكش معنى عليها باش تخمم في الهروب وتخمم في برشا حاجات انا ما نخممش الجمله والحمد لله خاطرني نحب بلادي تحب بلادك كنت تحبيك اسبوع كنت تحبيك جمعه اقسم بالله مش نعم على روحي تمام عطاتك الدنيا انا ما نعرفش مارك النهار صح اي كمل لوج على الخدمه لوجنا على الخدمه وش تعمل تو في حياتك ما نعمل في شيء بطا علاش ما تلوش قادر نخدم ونحط في جيبي سامحني لحظه اما ريت لي تحطهم في جيبك يا راهو ما يعملوا لك شيء عرفتي عادي كيما تحط مليون كيما تحط 5 راهو في جيبك هذيك باللوجيك اختينا من الميكرو اختينا من كل باللوجيك نحكوا لوجيك راهو انت تقريبا باهي تو انت على اساس انت كي باش تخرج لبرا باش تجيب برشا فلوس نمش نجيب برشا فلوس ونولي كادوريم ونولي مليونير ونعملهم الكل صحاح ونروح لبلادي ونبوس علم تونس ونقول تونس هو تونس هي اللي خرجتني من تونس عرفتي تونس اللي خرجتني من تونس ما يسيلش هو علم تونس عادي شنو مش احمر وفيه ليل ونجمه شنو هذيك يهون عليك مش هنا راني واش قلت لك انا من بكري قلت لك ما نمشوا من البلاد هذه الا ما نعرفوا نحن قيمه تونس شنو نستحشوا كسكسي باللحم ونستحشوا اكل برشا حاجات فهمت هذيك يعني بس العالم يا ديك راب باش تحكي يعني تحب تصنع روحك البر وبعد لا تصنع روحك البر اكزاكتو
جو كبير. هنا ما تنجمش تصنع. ما نجمش. حازوها البلاد حازوها. اوكي شكون حازوها؟ حازوها برشا من الناس. شكون حازوها؟ حازوها تونس اللي يجي. علاش من بكري قلت لك علاش تونس ما يعملوهاش بالفيزا؟ كان يعملوها بالفيزا ساعه بيضا وتولي مش اوروبا تو تولي عليه. مش كل واحد عرفت يهبط لتونس يخلص كيما يخلص كيما نخلصوا نحن كي ماشيين بالاوراق. يخلص صاحبي غادي في الديوانة ويدخل لهنا بالفلوس جو به. هكيك بلادنا حتى مثلنا مستثمر نستثمرنا لهنا في البلاد عادي يخدمك انت ويخدمك انت. فهمتي؟ هذيك هي. والشعب يتناحى من راسه العقليه هذه اللي حطينا في ريوس صاحبي برا لاوروبا. معناها انت تشوف انه الحل شوف انه الحل هذاك انه تولي تونس بالفيزا. بالفيزا اخويا قيس سعيد خليها بالفيزا. وها لاحيتي حتى كما عندي شوي حجمت جو كبير ولا اقسم بالله ولا تولي ساعه بتير في راسي.